ألم تلاحظا أن الأنديز اسم ومكان مشترك بين قصتكما وقصتي؟ صدقت، هذا صحيح. ترى ما اسم مستشار والدكما الملك صاحب اقتراح مهمتكما للأنديز؟ أظن أن اسمه ماروك. ها؟ لا، بل طاروق. هذا لا يهم، إن له ألف اسم واسم، أما الاسم الذي عرفته به فهو مدماك. مدماك؟ نعم، مدماك. وأنا لا أشك أبدا بأنه هو نفسه. إذا فما هو غرضه من إرسالنا في مهمة كهذه وهو مستشار والدنا؟ هلاكنا ثم الاستيلاء على ملك أبيك يا سندوز. تماما. في هذه الحال علينا بالإسراع بالعودة إلى بلادنا لإنقاذ أبي من... ليس قبل أن نبطل سحره الأسود، فأنا لا أشك أبدا في أنه قد استعمله على أبيكما. ولكن كيف لنا أن نعرف ذلك؟ علينا إحضار الصندوق السحري. يا إلهي، ماذا يفعل؟ لننتظر. هذا هو الصندوق السحري، لقد وضعه ذاك المجرم في عمق البحيرة، والآن لنتأكد من أنه هو نفسه مدماك صديقي. أيها الصندوق، أرنا ما يحدث في قصر والد أصدقائنا. إلي بذاك الخائن الذي يدعي بأنه الملك، لنرى من أمره شيئا. كيف أنت أيها هل أناديك الملك؟ ليكن، كيف أنت أيها الملك؟ اسمع يا مدماك، لابد أن تتحقق العدالة يوما ويظهر الحق. أية عدالة وأي حق؟ ما هذا الكلام الذي تقوله يا ملك الزمان؟ ها أنت تقولها بملء فمك. أنا هو الملك، أنا هو الملك. اسمع، أرى أن المسألة قد طالت وأن الأمور قد استقرت، ولديك الآن في خبرك أنا. لا قدر الله. وقد استقر الملك لي، أنا هو الملك، أنا هو الملك الآن، أنا الملك. سأمهلك أسبوعا واحدا لتختار الميتة التي تحب. هذا طبعا ردا لأفضالك السابقة لي. كنت متأكدا من أنه اللعين مدماك. لقد قال أبي الملك واحتل مكانه على ما رأيت. ولكن كيف تم له ذلك؟ بإمكانه فعل أكثر من ذلك. هل نسيت كيف بدل شخصيتي هذه إلى شخصية العجوز الذي قابلتم في الكهف؟ والآن هل سنقف عاجزين هكذا ونترك أبي بين يدي هذا اللعين ليقضي عليه؟ ما الرأي عندك يا ميزر؟ إعادة الصندوق المسروق إلى مانديز أولا وبأسرع ما يمكن. إعادة الصندوق؟ بالضبط. ما لنا وللصندوق، بل ما لنا وللأنديز أو حتى المانديز، المهم إنقاذ أبي. رويدك يا سندوز، ولنستمع لميزر حتى النهاية. اسمع يا سندوز، لإنقاذ أبيك من مدماك وجب أولا إعادة صندوق السحر الأسود إلى مانديز في الأنديز، وبذلك نكون قد جردناه من كل قوته وسحره، بل ويعود إنسانا عاديا أضعف مما تتصورين.
وكيف سنعيده بعد أن فقدنا كل قوتنا؟ لا عليكما، راقباني فقط. مدني بقواك أيها الصندوق السحري. ولكن كيف أصبحت عملاقا هكذا يا ميزر؟ لقد استعنت بإحدى ميزات الصندوق، ولكن في سبيل عمل الخير، وهذا ممكن. والآن هيا قفزا، سنذهب أولا إلى مانديز لإعادة الصندوق. وصلنا إلى مانديز، تمسكا جيدا. اي، من أنتم؟ ومن أين جئتم؟ وما هي غايتكم؟ السلام عليك يا حارس المعبد، ألا تذكرني؟ أنا ميزر، التلميذ المميز لدى مانديز. نعم أذكرك. ألست زميل اللص العاصي الخائن لتعاليم مانديز ميت ماك؟ صدقت، ولكني جئت كي أكفر عن فعلة ميت ماك ذاك، وها هو الصندوق المسروق. ومن هم صحبك هؤلاء؟ أنا يا سيدي مندوز، وهذه سندوز أختي، أولاد ملك البلاد الخير. هات الصندوق يا ميزر، وعد من حيث جئت وصحبك هؤلاء. أنت تتجاوز حدودك يا ميزر، لو تعرف كم بلغ غضب مانديز على فعلة مدماك لما قرعت الجرس لإزعاجه. إن أولى تعاليم مانديز لا تغضب ولا تحكم على أمر ما من ادعاء طرف واحد، وتجرد بروحك عن جسدك. لست بحاجة لأن تقرأ علي مبادئ تعاليمنا، اترك الصندوق وانصرف، وإلا التهديد والوعيد من أولى الموبقات أيها الحارس، وعقل العاقل هو الحكم الفيصل، هكذا يقول مانديز الأكبر. سلام وأمن ومحبة يا معشر الغرباء. لك مثلها أيها المعلم الأكبر، تلميذك ميزر يقول هذا باسم الغرباء أيضا. كنت نجيبا حصيفا مؤدبا ومجتهدا يا ميزر، ولا زلت أيها المعلم الأكبر، ولكن ظروفا طارئة جعلتني. أنا أعلم بكل ما جرى لك يا ميزر، وكيف خدعك مدماك ومن ثم سجنك. جئتك بالصندوق المسروق أيها المعلم. أحسنت يا ولدي، ضعه في مكانه. كذلك جئت لأطلب العفو عن نفسي الضعيفة، لأني رافقت مدماك يوما في هذا المكان المقدس. لا تثريب عليك يا ولدي،
ولا يغفر لمدماك عمله السيء. هل يمكن أن نطلب بعض المساعدة من مقامكم لإنقاذ أبي من مدماك ذاك؟ أرجوك يا سيدي. نحن لا نطلب الانتقام ولا توقيع عقوبة بحق ذاك الذي افترى علينا، إنما نطلب بعض العون لنلحق بأبي قبل أن يقتله ذاك الأفاق. يجب أن يأخذ العدل مجراه في أي زمان وأي مكان. ومن يطبق العدالة على مدماك ذاك، خاصة وأنه أصبح الملك الآن؟ إن مدماك هذا قد جرد من أي قوة سحرية أو حتى بدنية. لحظة إعادة ميزر الصندوق إلى مكانه. معلمي، لقد استعملت الصندوق للوصول إليكم إلى هنا. أيها المعلم الأكبر، هل أضم صوتي إلى هذين الولدين البارين بأبيهما برجاء المساعدة؟ لا بأس، استريحوا قليلا وستجري الأمور كما يجب أن تكون في الوقت المعلوم. لقد أنا أوان الحكم عليك نهائيا. والآن قل لي أيها الخائن، كيف تريد أن تموت؟ في السماء عدالة إلهية ولا شك، اقتلني كما تشاء، ولكنك ستموت يوما قبل أن تختار كيف تموت. إلى أن يأتي ذلك اليوم أكون قد تمتعت بما فيه الكفاية. والآن يا أبنائي، حان وقت رحيلكم إلى بلادكم، هل أنتم مستعدون؟ نعم أيها المعلم الأكبر. ولكن أيها المعلم، بأية وسيلة؟ فالمسافة طويلة جدا. عندما تدق ساعة القدر يتحتم على المقدر عليه أن يواجه قدره، وها هو قدر مدماك قد حان. رافقتكم السلامة. ما الذي يحصل؟ أنا هو الملك، أنا هو الملك. كيف حدث ذلك؟ هذا لا يمكن أبدا. من أنت؟ أبي. هل تذكرني يا مدماك؟ ميزر، ها أنت تذكر. عجيب، عجيب أمرك يا مدماك. هل ظن عقلك الصغير هذا أن الأمور ستبقى على حالها أيها الصديق القديم؟ ولكن كيف أنت بالذات، كيف خرجت من السجن؟ لكل أجل كتاب أيها الصديق القديم، وقد آن الأوان لإحقاق الحق. على فكرة، إن كبير كهنة الأنديز يبلغك تحياته، وقد أصر على مكافأتك شخصيا عندما عاد ساندوز وميندوز الصندوق المقدس إلى مكانه. عندما تدق ساعة القدر يتحتم على المقدر عليه أن واجه قدره.